سؤال اتبعت لي تقريبا بيشغل بال كل مبتدئ عايز يربي حمام للأكل، بيقول ايه الفرق بين الحمام البلدي والحمام اللاحم في التربية بيتي للأكل؟ من ناحية الطعم تقريبا مفيش اختلاف، من ناحية الحجم فأحجام اللاحم الفرنسي بتبقى أكبر من أحجام حتى البلدي المحمل أو الكبير. من ناحية الإنتاج فاللاحم الفرنسي أسرع في إنتاجه، يعني الزغاليل عمر 15 يوم ممكن بعديها على طول يحصي أو يبيض البطيخ، وبرضو ممكن تلاقي بلدي بيلحم العش في العش. من ناحية السعر اللاحم أضعاف البلدي، يعني ممكن تجيب البلدي بسعر 100 جنيه، لكن اللاحم البيور تقريبا بيوصل 450 جنيه. يعني حضرتك العشر تجواز البلدي هيكلفوك 1000 جنيه، العشر تجواز اللاحم هيكلفوك 4500. من ناحية التسويق فالبلدي بقى ليه سوق اليومين دول، واي محل بتاع طيور هياخد منك. بالنسبة للاحم هتلاقي برضو في فئة بتفضل اللاحم الفرنسي لكبر حجمه، وبالنسبة لبيع اللاحم طبعا بيبقى في مكسب اكتر من البلدي، لكن الطلب اكتر على البلدي لانخفاض سعره. يعني انت الزغاليل اللاحم ممكن تبيعها ب250، لكن البلدي لو محمل هتبيعه ب120. بالنسبة لفكرة الأكل تقريبا اللاحم بياكل بس 20 أو 30 جرام زيادة عن البلدي، يعني لو القص بياكل 50 في البلدي هتلاقي اللاحم بياكل تقريبا 70 أو 80.